تحية طيبة متابعينا من لندن. هل تعتبر الانتخابات الرئاسية التي جرت في تونس هذا الأسبوع نقطة تحول ديمقراطية في تاريخ البلاد، أم أنها كما وصفها بعض المعارضين تمثيلية ضعيفة التأليف والإخراج؟ فلم يحد النظام التونسي عن التقليد الانتخابي العربي قيد أنملة، فجاءت نتيجة الانتخابات التعددية بين قوسين مشابهة للنتائج العربية المعهودة 99.99. كيف نسميها انتخابات تعددية إذا كان المرشحان المنافسان للرئيس مجرد ديكور؟ هل هي أكثر من عملية تجميلية لنظام أحادي؟ كيف نسميها انتخابات إذا كانت مجرد منحة من الرئيس؟ ويتساءل أحد المراقبين، ألم يكن أولى بالنظام التونسي أن يحول تكاليف الانتخابات إلى صندوق مكافحة البطالة؟ هل يتم التدرج بالديمقراطية بهذه الطريقة؟ هل تنشر ثقافة الديمقراطية بهذا الأسلوب؟ هل تخرج تونس من حالة اليأس والاختناق بعد الانتخابات؟ أم أنها ماضية في تكريس الشمولية وعبادة الشخصية كغيرها من الأنظمة العربية؟ هل يتحسن سجل تونس في حقوق الإنسان الذي أدانته الكثير من المنظمات الدولية؟ ويتساءل كاتب فرنسي، لماذا تحولت تونس الهادئة إلى ثكنة ضخمة؟ لماذا ازداد عدد أفرار الشرطة التونسية من 25,000 في عهد بورقيبة إلى أكثر من 60,000 في عهد بن علي؟ لماذا غابت الحريات السياسية والإعلامية؟ لماذا باتت الصحافة التونسية الأكثر تخلفا بالمقارنة مع شقيقاتها العربيات؟ هل كان العفو الرئاسي الأخير في تونس أكثر من مجرد دعوة صريحة للمعارضين لإعلان توبتهم؟ أليست تونس بحاجة إلى عفو تشريعي عام وفعلي وليس إلى عفو رئاسي؟ لماذا حوصرت الحركة الإسلامية في تونس وحوصر معها التدين والمظاهر الإسلامية كما يشتكي الإسلاميون؟ هل حققت تونس معجزة اقتصادية فعلا، أم أن اقتصادها اقتصاد هش معرض للمفاجآت والانهيارات في أي لحظة؟ لكن في المقابل، أليس مجرد القبول بمنافسين للرئيس في الانتخابات أمرا إيجابيا وتحولا نوعيا في الحياة السياسية في تونس بعد أن كان يحكم مدى الحياة؟ لماذا لا نعتبر الانتخابات تمرينا حقيقيا في الديمقراطية، أو بروفا كما سماها أحد المرشحين؟ هل هناك بديل للرئيس بن علي صاحب الشخصية القوية والحازمة؟ أليس من حق التونسيين أن يقولوا ألف نعم لرئيس حقق لهم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد؟ أليس التدرج الديمقراطي أفضل من الاندفاع غير المدروس كما حدث للجزائر عام 88؟ لماذا يفهم العرب المعارضة على أنها رفض للنظام الحاكم؟ ألا يسمونها في بريطانيا معارضة صاحبة الجلالة تأكيدا على قبولها الشروط أو شروط اللعبة الديمقراطية؟ ألم تكن السياسة الأمنية التي تبعتها تونس على مدى العقد الماضي أمرا مطلوبا وضروريا لتحقيق الاستقرار والنهوض بالبلاد اقتصاديا؟ ألم تعد حركة التغيير في تونس الاعتبار للمجتمع المدني وأعطت مفهوما شاملا لحقوق الإنسان التي أصبحت مادة تدرس في المدارس التونسية؟ ألا يكفي أن العفو الرئاسي الأخير لم يستثني أحدا أبدا؟ لماذا رفضت حركة النهضة المعارضة هذا العفو وباركت مثلا العفو الجزائرية علما بأنه مكبل بشروط ثقيلة؟ هل يمكن الاطمئنان أصلا للمعارضة التونسية؟ ثم ألا تعطي حركة النهضة المعارضة أهمية لنفسها أكثر مما تستحق؟ أليست هذه الحركة مرفوضة على الساحة التونسية؟ ثم لماذا اتهام النظام التونسي بأنه يحاصر الإسلام في تونس علما بأن عهد الرئيس بن علي شهد بناء أكبر عدد من المساجد في تاريخ البلاد؟ ألا يحسب للرئيس بن علي نجاحه الباهر في المجال الاقتصادي؟ ألم يصنف الخبراء الاقتصاديون الاقتصاد التونسي في المنزلة الأولى من حيث القدرة التنافسية على مستوى القارة الأفريقية؟ أسئلة أطرحها على الهواء مباشرة على الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية المعارضة، والدكتور محمد الهاشم الحامدي رئيس تحرير صحيفة المستقلة في لندن. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال بالأرقام التالية 391
0439 و 760 478171. وطبعا علينا أن نستخدم مفتاح بريطانيا 44. مشاهدي الكرام، نعود إليكم بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج الاتجاه المعاكس. شيخ الغنوشي، في البداية، دخلت تونس عهدا جديدا من التعددية والديمقراطية. تعلم أن الرئاسة مثلا في تونس كانت مدى الحياة في عهد بورقيبة، فجاء الرئيس بن علي أدخل الكثير من التعديلات بسماحه لمرشحين لخوض هذه الانتخابات إلى جانبه. خطوة جيدة. عظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحيي المشاهدين الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ليست انتخابات، هذه حقيقة مهزلة وتمثيلية ضعيفة التأليف، ضعيفة الإخراج، وتعبير عن فشل حقيقي للنظام التونسي في أن يحقق شيئا من موعوداته يوم أيده الشعب التونسي في 7 نوفمبر 87. وهو إهانة في الحقيقة لوعي الشعب التونسي ولنخبته المتقدمة ولتطلعاتها. هو انفصال عن روح العصر الذي يتجه نحو الديمقراطية. هنالك بلاد إفريقية كثيرة، النيجر، مالي، كثير من البلدان التي يعتبر التونسيون محقين أنهم أكثر تطورا منها، أكثر تعليم، أكثر ديمقراطية. منذ منتصف القرن الماضي والشعب التونسي سن دستورا، ومنذ الثلاثينات خرج الشعب التونسي في مظاهرة عارمة يطالب ببرلمان تونسي تحت الرصاص. واليوم بعد ثلثي قرن ونحن لا نزال في هذه الخزعبلات، في هذه التمثيليات الضعيفة. أظن بأنه يعني شيء من الحياة. كان أولى أن يكون لنا، أن يكون هناك نظام مثل نظام بورقيبة، يعني نظام رئاسي مدى الحياة. وأظن أننا اليوم نسعى بهذه النسب المتكررة لثلاث مرات، يعني 89 و94 واليوم 99. يعني لم نخرج من هذا المأزق. أحسب أننا على طريق رئاسة أخرى مؤبدة أيضا، وعودة لأسوأ مما كان عليه الأمر في عهد بورقيبة، حيث كان هناك على الأقل مجتمع مدني، كانت هناك نقابة، كان هنالك حياة طلابية حقيقية، كانت هناك رابطة تونسية لحقوق الإنسان، كانت هناك أحزاب. اليوم يشهد النظام التونسي بهذه النسب على موت السياسة، وعلى أن خطة إقصاء النهضة قد فشلت، لأن إقصاء المعارضة الأساسية هو قضاء على الحياة السياسية، ونسبة 99% هي إعلان عن إفلاس السياسة وإهانة للشعب التونسي وانفصال عن روح العصر. طيب هاشم الحامدي، الكثير من الكلام القوي، مهزلة، إهانة للشعب التونسي. بسم الله وبه أستعين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شاركت في برنامجك من قبل، أشعر هذه المرة بتوتر أكثر، ولذلك يعني أسأل الله أن يؤيدني بالقول الثابت وبالحجة وبالحكمة. اتكل على ربك، كن سندي ومعيني، يا نعم المولى ويا نعم النصير. أنا في الحقيقة أشارك في هذا البرنامج، وسعيد بأن يكون النقاش حول الشأن التونسي متاحا، حرا، مفتوحا. وسوف أناقش يعني في كل القضايا اللي طرحها الأستاذ راشد الغنوشي واللي تطرحها أنت. وهدفي واملي ان نراعي في البرنامج، لان يتحدث مع تونسي ايضا، مع سياسي تونسي. هاشم الحمدي، ارجوك ان تدخل. سمعه تونس وصورتها عند العرب اللي شاركوا ويشوفوا في البرنامج وعند العالم كله. انا قابلت الرئيس بن علي في نوفمبر الماضي حينما تحدثنا عن الانتخابات الرئاسيه، والرئيس بن علي ابلغني في ذلك الوقت انه حريص حرص كامل ان تكون الانتخابات حره وتدور في اجواء نزيهه ونظيفه. أول شيء أنا أهنيه بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وأتمنى له التوفيق، لأنه هو رئيس الجمهورية التونسية، وإحنا عاوزينه ينجح في مهمته ويحقق الأهداف اللي الشعب التونسي يحبها، اللي هي التنمية الاقتصادية وأيضا حرية وعدالة وانفتاح سياسي. رقم اثنين، أنا أذكر مشاهدي البرنامج في سوريا، في اليمن، وفي مصر، وفي الجزائر، وفي كل الدول العربية، بأن يذكروا أننا نتحدث عن انتخابات في الوطن العربي. في البلدان التي جرت فيها انتخابات هذا العام، أريد من الإخوة المشاهدين العرب أن لا يشتطوا علينا كثيرا، ومن كان بيته من زجاج فليراعي
انه لما يضرب الناس بالحجر قد يضرب هو ايضا. انا رايي الشخصي كتونسي عايش في لندن ان تدور انتخابات حره وان لا يفوز رئيس عربي في اي بلد الا باكثر من 55%، ده رايي الخاص. وانا نقول ممكن جدا الرئيس بن علي يكون هذا اذا رغبته، لكنني هنا ادين بشكل واضح قوى رجعيه متطرفه في تونس. عشت مع الرئيس بورقيبه على نظام الرئيس مدى الحياه. لما جاء الرئيس بن علي غيرت جلدها. موجوده هي في اجهزه الدوله، لانه جهاز بيروقراطي لو حكم اي تونسي حيكون الجهاز البيروقراطي ده موجود. هؤلاء الناس انا حذرت منهم في نوفمبر الماضي وقلت ربما يتامرون لاغتيال الامل بتاع انتخابات رئاسيه تعدديه، فيمنع المعارضه من المشاركه في التلفزيون والاذاعه منذ السنه الماضيه، ومنعوها فعلا. منعوا اي تناظر حقيقي، يعني عبد الرحمن التليلي من رجاله يناظروا محمد بالحاج عمر يعني او جماعه التجمع الدستوري. في هذه الحاله تؤيد وجهه نظر السيد الغنوشي؟ لا انا اقول لك حاجه، لحظه بس. وفي هذه الحاله اريد ان اسالك، يعني انت تتكلم الان عن الرئاسه في تونس كما لو انها مجرد يعني تمثال لا علاقه لها بما يجري في الحياه، وتضع كل اللوم على المستشارين الذين غيروا جلدهم من عهد بورقيبه الى عهد بن علي. لانه في تونس في صراع، حقيقه في صراع. انا احكي يعني، انا هنا لا يعني احاول ان يعني اعمل فدلكه لغويه ولا معنويه، لا في صراع. انا حينما ذهبت الى الرئيس بن علي السنه الماضيه وقلت له سياده الرئيس هل يمكن ان يعود راشد الغنوشي الى تونس؟ في ناس حينما سمعوا بهذا الامر عملوا ضده، حقيقه تامروا وعملوا بالليل والنهار، كانوا كارهين انه يكون في تونس طرح لفكره التواصل او الحوار بين الحكم والمعارضه، لانه يهمني انه في تونس رجل غنوشي ما يكونش مشكله لسفاره ولا لغيره عشان يتكلم في التلفزيون، يتكلم في تونس ويكون موجود في تونس. كان هذا حرصي على تونس تتسع للناس كافه. حينما اقول لك يوجد متطرفون يكرهون الحوار ويكرهون الانفتاح ويكرهون للرئيس ان تكون انتخاباته حره وحقيقيه، فهذا حقيقي. ثانيا تذكر وذكر مناظري في هذه الحلقه انه الاثنين اللي نفس الرئيس في عام 89 الغنوشي كان موجود في تونس، يعني الحزب النهضه رشح قوائم مستقله. الشخصين اللي نافسوا الرئيس كانوا موجودين وقتها، وفعلا رصيدهم في الانتخابات لم يكن يساوي الا النسبه اللي اخذوها في هذه الانتخابات. شايف يا فيصل قاسم؟ ولذلك انا اقول لك وقتها القوائم التي ايدتها حركه النهضه فازت في المقدمه، بينما كل احزاب المعارضه اللي تصنفها البعض علمانيه فازت بنسبه قليله جدا جدا. فاحزاب المعارضه حقيقه التي شاركت في الانتخابات الرئاسيه ليس لها تمثيل شعبي كبير، واذا كان من عبره يجب ان نتحدث فيها في البرنامج ليس ادانه الرئيس ولا التهجم على تونس، ولكن كيف نعمل جميعا لتاسيس قواعد لتعدديه حقيقيه واحزاب اخرى قويه مع التجمع. طيب مشاهدينا الكرام نعود اليكم بعد هذا الفاصل. السؤال المطروح يعني لماذا نحن نريد الديمقراطية في العالم العربي دفعة واحدة ولا نريد أن نتدرج؟ ما العيب في أن نسير على خطى هذه التجربة التونسية الجيدة إلى حد كبير؟ مثلا لماذا نكرر الخطأ الذي وقعت فيه الجزائر عام 1988؟ دفعة واحدة يريدون تطبيق الديمقراطية، ظهر أكثر من 120 حزب وأكثر من 80 صحيفة، انظر ماذا حدث للجزائر. تونس يعني تسير نحو الديمقراطية بخطى حثيثة نعتبرها بروفة مثل ما قال يعني أحد مرشحين. الانتخابات يا سيدي مش بروفة، ليست لعبة. الانتخابات هي عملية تجديد الثقة أو عدم تجديدها في السلطة القائمة، بينما الحاصل الآن هو بيعة، هو بيعة لسلطان تحت حراسة البوليس. الحاصل اليوم هو ليس سير نحو الديمقراطية. فعلا نحن نقبل التدرج ولو بخطى بطيئة، وفعلا سنة التدرج هي من الإسلام، والإسلام تدرج في تشريعاته كلها، وهكذا سنة التدرج سنة كونية واجتماعية. ولكن الذي نراه ليس تدرج، الذي نراه تحيل على الديمقراطية وليس تدرج في اتجاهها. نحن لم نبدأ حتى نتدرج، بل تونس تمشي إلى الوراء. انتخابات 89 شاركت فيها قوى سياسية حقيقية، قوى كان حصلت باعتراف النظام رغم أن النسبة مخفضة جدا، حصلت قوى المعارضة على حوالي 20% باستحقاق، بينما قوى المعارضة اليوم تهدى هدية ولا تأخذ حقا. إذا نحن لسنا أمام تدرج، وإنما نحن أمام تحيل على الديمقراطية وسير إلى الوراء. أما مثال الجزائر، عفوا، أما مثال الجزائر فيؤتى به في غير محله. الجزائر حصل فيها سنة 92 انقلاب على الديمقراطية، ودخلت من جراء ذلك في حرب
أهلية سبعة ثمانية سنوات وهي تتقاتل. اليوم الجزائر تضمد جراحها وتخرج إلى الديمقراطية. السؤال الأساسي، الانتخابات التي حصلت في الجزائر كانت انتخابات تنافسية حقيقية، وهذا هو السؤال، وفيها فرسان، وهذا هو السؤال. أنا أريد لا فقط أنا أكمل فقط أقول بأنه الشعب التونسي الذي زيفت إرادته سنة 92 ولا تزال تزيف، هل لأنه شعب لأنه مسالم ورفض السير إلى العنف بكل معارضاته، هل ينبغي أن يعاقب حتى يستحق الديمقراطية؟ طيب، سؤال وجهي هاشم الحامدي، هناك من يقول في واقع الأمر، أنت تقول أنها تعددية وجلست مع الرئيس وتحدثتم في هذه العملية. السؤال المطروح، هناك من يقول بأن هذه الانتخابات الرئاسية في تونس كانت ستجري في وقت متقارب في واقع الأمر مع الانتخابات الجزائرية. نظر الرئيس بن علي من حوله فوجد أن هناك انتخابات حقيقية في الجزائر وهناك مرشحون كما قال سيد الغنوشي أصيلون حقيقيون، فنظر إلى نفسه قال هذا لا يصح، أنا في الساحة لوحدي وفي الجزائر يقيمون انتخابات حقيقية، فلنؤجل هذه الانتخابات. وفعلا تأجل موعد الانتخابات الرئاسية التونسية من فترة إلى هذه الفترة، وأتينا بشخصين مجرد ديكور لا يقدم ولا يؤخر، وهذه هي النتيجة 999. شوف، أنا رئيس تحرير كما عرفني جريدة المستقلة التي هي جريدة عربية غير مش تونسية فقط، عربية. أريد أن أقول صراحة لقرائي هنا في كل أنحاء العالم العربي، أتحدث الليلة كتونسي، يعذرونني إذا تحدثت كتونسي في اعتبارات تونسية. أنا عربي نصير للحرية والديمقراطية والتعددية وحرية التعبير والنشاط السياسي لكل الاتجاهات السياسية في العالم العربي في كل مكان. طيب الهاشمي، بالنسبة لتونس، أدخل في الموضوع حتى نتكلم، لأنه ممكن الآن واحد تشوف في تونس أو في السودان أو في اليمن أو في مصر يقول الهاشمي الحمدي ده هو شوف الوزير الأول الخارجية التونسية ممثل الناطق الرسمي الرئيس بن علي. أنا تونسي والرئيس بن علي اعطيته عهد، قلت له في الخارج اراعي سمعة تونس، وحينما اتحدث معك اقول لك عن ملاحظاتي، كتبت ملاحظاتي ولاحظت ان الديمقراطيه في تونس تحتاج الى جرعه اكبر من الاصلاحات. قلت ان علينا ان نستغل الانتخابات. انت لست في الاتجاه المعاكس للراشد الغنوش. ليس حتما ان يكون الاتجاه المعاكس حربا، حتى الاتجاه المعاكس لا هو لا الاتجاه المعاكس من تؤيد فكره الغنوش. لا يعني لا أنا هذا هو السؤال. انت عليك انت تستنتج. انا مهمتي هنا ان اقول التالي. طيب، الرئيس بن علي قال لي انا عاوز احزاب المعارضه تقوم بدورها. عندنا الان مشكله، احزاب المعارضه لا تقوم بدورها. شو بالمناسبه في الان مثلا في احزاب سياسيه تونسيه لما ضربت حركه النهضه يعني وقعت مجابهه بينها وبين النظام، هي قالت ربما نحن نستفيد من غياب النهضة فأيدوا هذه الضربة، بعد ذلك هذه الأحزاب انشقت على نفسها. يا الهاشمي أنت لا تجيب على سؤالي، أريد سألتك سؤال محدد. في أزمة حزبية يعني لا يحمل النظام لوحده ولا الرئيس بن علي لوحده مشكلة وجود عقد لدى النخب السياسية التونسية، في مشكلة حقيقية. كل مرة ينشق حزب يتعاون قيادة حزب معين مع الدولة ضد الحزب الثاني، يضرب حزب تأتي الدولة تستجدي الحزب هذاك، يستجدي الدولة ضد الأحزاب الأخرى. فنحن بدل أن نركز النقد في البرنامج بمعنى سلبي وتهديمي، نقول كيف يمكن للانتخابات المقبلة وللساحة السياسية التونسية في المستقبل أن تستفيد من كل ملاحظات النقد، وأن تؤسس لتعددية تخلي الرئيس بن علي ولا أي شخص ثاني ترشح للرئاسة مستقبلا في تونس ما يفوزش بأكثر من 60%. نحب ننبهك حاجة بس عشان النقاش يكون مفيد. الأستاذ الغنوشي ممكن الأستاذ الغنوشي أعرف سأعطيك الوقت، لكن بعد موجز الأنباء. مشاهدي الكرام نعود إليكم بعد موجز للأنباء من الدوحة. أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في برنامج الاتجاه المعاكس. هاشم الحامدي قطعت قبل الأخبار. أنا كنت أتحدث وأقول أنه يعني أين يتجه الحوار بنا الآن في ظل الواقع الموجود. تونس ليس فيها فقط ملاحظات على الانتخابات الرئاسية، في أمور أخرى كثيرة. نعم، تشرف أي تونسي، حكومة قوية ما تدخلش فيها فرنسا، ما تفرضش عليها أمريكا، ما عناش الحروب الأهلية اللي في دول عربية كثيرة مجاورة لنا، عندنا بطالة في تونس وعطالة لكن مش زي الدول الثانية، وعندنا رئيس جمهورية بالنسبة لهذه ولد في عائلة فقيرة، يعرف معاناة الفقراء، يحب يجعلها قضيته الأساسية. للغنوشي نفسه اللي هو خصب بن علي الكثير مما يفتخر به في تونس، وحينما يقول هو قبل أسبوع في مجلة المجلة يقول أنا أتمنى أن يغير رئيس الدولة منهاج وفكرته وأن يقود بنفسه مرحلة التحول، نريد منه أن يكون رجل التغيير للأمام. بعبارة أخرى يريد الغنوشي من بن علي أن يكون رجل التغيير للأمام. لحظة بس، أيوة. فعندما تخاطب رجل تراهن عليه ليغير، لغة الخطاب نفسها ينبغي أن تختلف. إذا أردت أن نحن نلقى مساحة مشتركة مع الغنوشي وظليت نشتمه كل النهار لن تكون هناك مساحة مشتركة. طيب كويس،
سيد غنوشي، أنا أريد أن أسأل سؤالا، يعني لماذا نحن نكابر في تونس أو في غير تونس من البلدان العربية؟ هل تعتقد أن هناك بدائل للزعماء العرب الموجودين على الساحة والذين يدخلون الانتخابات؟ ليس هناك بدائل لهؤلاء، ليس هناك بديل لبن علي في 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 تونس، رئيس قوي حازم حقق الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد، وبالتالي من حق التونسيين أن يقولوا له ألف نعم، وكذلك بالنسبة للبلدان العربية الأخرى في هذا المجال. يعني ليس هناك بدائل. من قال؟ سؤال. من قال بأن ما فيش بدائل؟ هو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني القرآن الكريم عبر عن أنه لهم بدائل. نعم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني أن مصير الإسلام ليس مرتبطا بشخص النبي. فهل يكون مصير تونس مرتبط بشخص أو مصير مصر مرتبط؟ شعوبنا مصائرها ليست مرتبطة بأشخاص، هؤلاء الأشخاص أفرزهم واقع معين. ولذلك ما معنى الانتخابات إذن؟ إذا كان هؤلاء ليس لهم بديل فلننصب ملوكا يا أخي، ويصبح النظام الملكي أمر معقول ومقبول. على الأقل الملك يترك لنا مساحة، يقول له أنا سأأخذ من السلطة 60% وأترك لكم تتنافسون في 40%. أما نحن في هذه الملوكيات الرئاسية، في هذه الرئاسات المؤبدة، أصبحنا في أنظمة لا نستطيع أن نصنفها، لا هي ملكية ولا هي جمهورية ولا هي أنظمة شمولية من نوع الشيوعية ولا هي أنظمة يعني برلمانية. هناك خلط، حتى اللغة أصبحت فاقدة للدلالة. نقول ديمقراطية بينما نحن نقول لا بدائل لهؤلاء. أريد وأن أقول فقط، ما هو إذا تحدثنا عن الانتخابات الرئاسية أو برلمانية، ينبغي أن نعتبر أن هذه العملية هي جزء من عملية كاملة تجري في المجتمع. ينبغي أن ننظر الانتخابات في تونس تجري في أي إطار؟ في إطار الصحافة فيه مكبلة، حتى أن جمعية الصحفيين التونسيين طردت من جمعية الناشرين الدوليين، الأحزاب معظمها والمعتبر منها ممنوع، الحزبان الرئيسيان الذين سمح لهما لم يحصل إلا على 17,000 صوت. هل الشعب التونسي كله مبايع لرئيس الدولة مهما مدحنا فيه وليس لهم المعارض إلا 17,000؟ السجون ممتلئة وفيها حوالي 3,000 معرضون للهلاك ومسلط عليهم موت بطيء منذ 10 سنوات، مثل الدكتور شورو ومثل الصحفي حمد جبالي ومثل الشيخ اللوز والشيخ محمد العكروت. أيضا هناك شخصيات على الأرض التونسية. أنا أقول بأن الصراع في تونس ماهوش ما بين بن علي والغنوش، ماهوش هذا، ولا بين النهضة والحزب الدستوري، ولا بين الإسلاميين والعلمانيين. الصراع في حقيقته في تونس بين دولة تلتهم المجتمع وبين مجتمع يريد أن يتحرر، يريد أن يعيش عصره، يريد أن يعبر عن إرادته وهو مقموع. أين محمد موعد الآن الذي عبر عن إرادته؟ سنأتي على كل هذا. لا لا لا. أنا أريد أن أطرح سؤالا تأكيدا على كلام السيد الغنوشي في هذا الإطار. المشكلة ليس أنه ليس هناك بدائل للرؤساء العرب وللرئيس التونسي بشكل خاص، المشكلة أنه لا يستطيع أحد من المواطنين العرب أن يقول لا. وأنت تعرف القصة المشهورة، ذهب أحد الناخبين إلى صناديق الاقتراع وصوت بلا لأحد الرؤساء، وعندما عاد إلى منزله سألته زوجته كيف صوت، قال صوتت بلا، فخرت على الأرض وبدأت تشتكي، قالت له عد إلى المركز الانتخابات وصحح. فذهب إلى مركز الانتخابات فقالوا له لماذا أنت قادم؟ قال أنا قلت لا وأريد أن أصحح ذلك. فقالوا له لا تخاف، صححنا لك هذه الغلطة بعد أن ذهبت مباشرة. لا أحد يستطيع أن يقول لا في العالم العربي، لا في تونس ولا في أي مكان. أنا أقول لك هذا هو السؤال. أنا أقول لك أرد عليكم في عملية إخصاء سياسي. يتحدثون ليس هناك بديل، البديل موجود، لكن عملية الإخصاء التي تمارسها الأنظمة هي المشكلة. شوف الكل مخسي سياسيا. شوف كما أقول لك حاجة، إذا شخصنا المشكلة نخطئ. الرئيس بن علي إذا جلست إليه typical Tunisian، يعني نوع نموذج المواطن التونسي العادي، ولد في عائلة فقيرة مع 12 من أخوانه وإخواته، درس في يمشي 5 كيلومتر لمدرسة، يعرف كل معاناة التونسي العادي، اشتغل في سفارات تونس برا جوا، تونسي عادي يعرف لما تجي مرأة ست يعني فقيرة من سيدي بوزيد أو من قفصة إلى العاصمة ويكون شغله أين تقيم حين تأتي إلى العاصمة، هو ابن الشارع التونسي ومعبر عنه. لحظة، لكن عندنا نحن ثقافة في النخبة التونسية فيها حقد، فيها عدم قبول الآخر. حينما كنت أنا في الجامعة التونسية رئيسا لتنظيم النهضة، حينما كنت نشطا فيها،
كانت هناك حروب قبلية هائلة بيننا وبين الشيوعيين وبيننا وبين القوميين. حينما يضرب احد منا ويعتقل يشمت به الاخر. النخبة السياسية النخبة السياسية عندها امراض اكبر من امراض الحكم. حينما قال مناظري الان انه في 3000 معتقل موجودين ويعانوا، كان كل هدفي هذا العام بالكلمة الطيبة، انا عاوز الرئيس بن علي يكون معانا صديق لكل القوى الوطنية، عاوز يكون زي ما قال الغنوشي مش حد ثاني، رجل نراهن عليه ونغير. بالله يعطيني دقيقة واحدة. 30 ثانية. سأعطيك بس. لا سأعطيك لك هذه النقطة بس. طيب 3000 شخص انا اقول أو أمام الجزيرة وأمام مشاهديها والعرب وكل الناس، يمكن بكلمة طيبة، يمكن بأسلوب جديد يا سيدي أيها المناظر، إنه من هنا لسبعة نوفمبر مش هذه اللي بعدها سنة واحدة سميها سنة العفو والتسامح، إنه يكونوا كلهم أوتسايد، كلهم يطلعوا من السجن. لكن مع من ننجز هذا الإنجاز؟ مع رئيس نثق به نساعده فيما يقوم به من خير ونقول له وفقك الله ساعدنا في الناقص نتمم ونكمل. مشاهدي الكرام نعود إليكم بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج الاتجاه المعاكس. هاشم، أنا قلت إذن أنه يكون من فوائد هذا البرنامج أول شيء أن نتحدث ونضع سمعة تونس في الاعتبار. نحن نريد كل تونسي including بما في ذلك هذا السيد الذي يناظرني اليوم وأنصاره في الخارج الغاضبون، نعاون بن علي في ترويج الانتاج التونسي في الاقتصاد، كل واحد منا عنده قدرة يبعث المدرسة نتاعه كمبيوتر عشان ينفذ خطط الرئيس أن يكون كمبيوتر في كل مدرسة. أنا من هنا من الجزيرة نكون أول متبرع والنادي الناس كل يتبرعوا لصندوق 21 اللي راح يعمله الرئيس للتشغيل. أي حاجة كويسة مستر بريزيدنت ويل سبورت يو، سوف نساعدك في كل طريق سليم تقطعه. عندنا تحفظ واحد عشان نتكلم بكل صراحة وبدون حياة في موضوع الديمقراطية والحرية العامة، والثلاثة آلاف اللي حكي عنهم سراج الغنوشي، أرجوك يا سيادة الرئيس وأرجوك يا سراج الغنوشي لنجد طريقة ما باللطف وبالتي هي أحسن، لا يكون في تونس سجين واحد متعلق بالرأي والجمعيات. طيب. خلال أشهر محدودة ويمكن أن ننجز هذا الأمر. طيب. كويس. سيد الغنوشي أيضا في هذا الإطار أنت تحدثت عن قمع حريات وإلى ما هنالك من هذا الكلام، لكن لماذا لا نقول أن البلاد بحاجة لهذه السياسة الأمنية لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، وقد نجح الرئيس بن علي في ذلك. يعني أنت تعلم إنه على في فترة من الفترات شهدت تونس الكثير من القلاقل، وكان لكم أنتم حركة النهضة دور في هذه القلاقل والتفجيرات وإثارة البلبلة داخل البلاد. فمن حق الرئيس عندما يجد أن بلاده يعني محاصرة داخليا وحتى خارجيا نظرا من حوله، فوجد أن السياسة الأفضل للبلاد أن يتعامل معها بقليل من من من, من السياسة الأمنية المتشددة. كلام خطير هذا الذي تقوله. طيب. من قال بأن حركة النهضة يعني كل الدارسين في المحترمين في العالم اليوم ممن مختصون في دراسة الحركات الإسلامية لا أحد منهم يردد هذه الدعاية المهترئة في أن حركة النهضة حركة متطرفة وعنيفة وتحرض الناس على القتل. أصلا بلادنا ما فيهاش قتل. الطرف الوحيد الذي يقتل إمكانية شعب تونس ونخبه وتطلعاته هي الدولة، هي السلطة. أنا لا أتحدث اليوم عن 3000 سجين سياسي هم من خيرة النخبة التونسية، ولكن أتحدث عن أن بلادا بكاملها تحولت إلى سجن، وتحول الأحرار فيها إلى أسرى، وتحول المواطن العادي إلى إنسان مرعب ملاحق مضطر ليأمن على نفسه أن يدفع الرشاوى للشرطة ليلا ونهارا، ولا يستطيع أن يقضي أمرا إلا بدفع الرشاوى، ومعرض في كل خصوصياته إلى الانتهاك. إن المنصف المرزوقي اليوم وإخوانه المناضلين لكونه مجلس الحريات هؤلاء مش أصولية إسلامية، مش متهمين بالعنف. السيد محمد معدة ليس متهما بالعنف، خميس كسيلة ليس متهما بالعنف، بن جعفر ليس متهما بالعنف، حمل همامي ليس متهما بالعنف. من الذي يمارس العنف على كل هؤلاء؟ سؤال الذي يمارس العنف. إذن القضية سؤال وجيه. القضية ليست محصورة في أن هنالك 3000 نهضوي مسجونين أو 2000 أو 2500، بل إن أكثر من 10000 الذين أخرجوا من السجن هم اليوم في سجن أشد. كل يوم المراقبة عليهم اليومية، محرومين من الرزق، محرومين من الدواء، كثيرهم محرومين من الباسبور، ما يستطيعش حتى يخرج يهجم البلاد. البلاد الآن تدار بمنطقة سكنة وسكنة التي ليس فيها رحمة وليس فيها أدب. سؤال هاشم الحمدي، أنا أريد أن أطرح سؤالا. هذا الكلام بالمناسبة ليس للسيد الغنوشي فقط، هناك كما تعلم كتاب فرنسي جديد صدر قبل أيام وأثار ضجة في تونس، الكاتبان الفرنسيان ليس لهم لا ناقة ولا جمل مع النظام
النظام التونسي قالها بالحرف الواحد، إن بن علي حول تونس الهادئة الخضراء إلى ثكنة ضخمة، وأيضا قالوا إن نظام بن علي أقام دولة أمنية شديدة المركزية افترست المجتمع المدني وحاربت الأحزاب ذات القاعدة الشعبية العريقة، وإلى ما هنالك مثل هذا الكلام. إجراءات القمع أضعفت قوى اليسار الناشط وهمشت معه اتحاد قوى الشغل واتحاد الطلبة التونسيين، كما يعني أضعفت قوى الإسلام السياسي إلى حد كبير. نرى مثلا الرئيس، هناك من يقول النظام التونسي يسمح للجمعيات اليهودية والمنظمات اليهودية بأن تصول وتجول في تونس، بينما يطارد المعارضة في المنافي ويفرض كل الضغوط بأن هذه المعارضة ظل مهمشة. إذا أردت نشوف كل حال، إذا أردت في هذا البرنامج بكل هذه الشهادات أن تستنطق مني، تأخذ مني جملة فيها إعلان عداوة مع الرئيس بن علي، أقول لك من الآن لن تنجح. خياري العلني بالنسبة للتونسيين اللي يعرفوني ويتابعوني ويحبوني ولا يكرهوني، أن أعمل مع الرئيس زي العابدين بن علي، إلا إذا كان الرئيس بن علي في يوم من الأيام طلع في جريدة وقال لي لا نحب نخدم معك ولا نشوفك حتى لو اعتقل 20 من أفراد أسرتي، اللي هو صالح من عمل عنده راح نأيده. أنا راح نختلف معه بس وبلغة هادئة في نقاط اختلاف معقولة. انت الان تكلمت انا اريد ان ترد على المعطيات. ما انا حرد لك على المعطيات. 25000 شرطي، 25000 شرطي كان في تونس في عهد بورقيبة، الان 60000. طيب اقول لك حاجه، اول حاجه ثم كثير من ضباط الامن الان ومن رجال الشرطه مش حيقدروا يشوفوا هذا البرنامج. انا عارف ان في اهتمام كبير في تونس، هم الان سهرين في نقاط المرور في القروان في قابس، انا احييهم ان شاء الله يشوفوا تسجيل من الشريط ويعرفوا انه ما ثمش فضيحه في تونس خايفين عليها حتى يتحدث عنها في قناه الجزيره، كما فعل بعض المتطرفين الذين يريدون ان تكون تونس موضوعا لا يمس لا من قريب ولا من بعيد، كانه عندنا مصيبه في تونس واحنا خايفين يتكلم عنها فيصل القاسم. احييهم يقوموا بعملهم، ولذلك انت في تونس تخرج من بقردان في الجنوب الى العاصمه لا تخافوا الا الله والذئب على غنمك كما كان يقال سابقا. واذا كان عندنا في عناصر قليله تمد ايدها على تونسي، انا نشدها هنا نقول لها التعذيب حرام بالقانون ممنوع، حرام بالشريعه، من عذب يعذب، اذا امهلت في الدنيا يعاقبك الله في الاخره، لا تمد يديك على تونسي ابدا. بالنسبه للرئيس بن علي، انا لما قابلته قبل ما نكلمه على غنوشي كلمته على خميس قصيله شيوعي وعلى سي محمد مزالي، ونحب اذا كان سي محمد مزالي يسمع، انا رايي الخاص كعربي كتونسي درس باللغه العربيه نشكره ونعترف بفضله في التعريف في تونس. وانا قلت لاخي الرئيس عيب يكون وزير 30 سنه ما عندوش جواز سفر تونسي وما يقدرش يمشي ويجي على بلاده، والرئيس بن علي قال لي محمد مزالي يجي امن مكرم. لحد الان مختلفين في الفورماليتيز، رجاء يا سياده الرئيس سرحها من عندك وخليه عفو كريم سمح. لماذا عفو؟ يعني تونس ليست بحاجه كما يقولون. الا تقول انا اعرف الجزائر، ذكرت الجزائر. طيب بوتفليقه الان ساعطيك المجال عن العفو لكن لدينا الكثير من المكالمات. السيد الحبيب المقني من باريس، تفضل يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. في الحقيقه اسمح لي ان ابدا بتهنئه الشعب التونسي على ان تطرح اليوم قضيته على في هذا المنبر الكبير الاتجاه المعاكس بعد طول انتظار. بعد ذلك يسمح لي الأخ الهاشمي أن أرد على مغالطتين وردتا في كلامه. أولا استنكار مظالم النظام في تونس ليس تشويها لسمعة تونس بل دفاع عنها. ثانيا الرئيس بن علي هو في الحقيقة كما يعلم الجميع مسؤول بالكامل عن كل ما يجري في تونس، ومن المغالطة تحميل من حوله مسؤولية الرئيس. أنا أريد أن في هذه المناسبة أن أركز على نقطة أساسية. الحديث عن الأزمة يشارك فيها اليوم الكثير والكثير من المنظمات والإعلاميون والإعلاميين، والأخ راشد جزاه الله خيرا لم يقصر في هذا ولن يقصر، ولكن أود أن أنبه إلى موقف النهضة من هذه الأزمة. نحن من ناحيتنا وضح يعني للرأي العام بالنسبة لموقف النهضة التونسية اختيارنا واضح جدا. نحن نؤمن بالوفاق الوطني والائتلاف الحكومي كنهج في الحكم، ونؤمن بالحوار والتفاوض كأسلوب للنزاعات، لذلك كل كتاباتنا وكل ممارساتنا اليومية. المشكل الكبير اليوم أن الحكومة ترى نفسها أقوى من أن تتنازل المعارضة لتفاوضها، وهذا سلوك غير ديمقراطي يفرض علينا أن نمارس حقنا بل واجبنا في النضال السياسي اليومي من أجل استنكار هذه المظالم والتجاوزات وإشهاد العالم على ذلك.
فلم يترك لنا النظام غير هذا السلوك في الوقت اللي نحن نعتبر واجبنا ودورنا الأساسي في أن نخدم بلادنا وأن نساهم في نهضتها. فالحقيقة الكرة اليوم عند الطرف الحاكم. الحاكم يرفض أن يسير في النهج الذي يدافع عنه السيد الهاشمي. نحن بهذه المناسبة نريد أن نشهد العالم على نحن ناس طلاب حوار وطلاب وفاق وطلاب مراجعة لهذا الأسلوب غير السليم في الحكم، ونتساءل متى سيشرع النظام في أن يراجع هذه السياسة ويفتح يده إلى المعارضة ويمكن الجميع ما أن يخدموا بلادهم. طيب، سؤال وجيه السيد المقني، سيد الغنوشي، طبعا لا شك أنك تتفق. أنا أريد أن أقول يعني في الطرف الآخر هناك من يرد على الكلام الذي تفضلت به بخصوص القمع وحقوق الإنسان، يقولون إن حركة التغيير في تونس في واقع الأمر على عكس ما قلت أعادت الاعتبار للمجتمع المدني، وهذه يعني وهناك أكثر من 6000 جمعية مدنية تعمل بكل حرية في تونس، أعادت الاعتبار للمجتمع المدني وأعطت مفهوما شاملا لحقوق الإنسان. هل تستطيع أن تنكر بأن حقوق الإنسان أصبحت مادة دراسية أو مادة تدريسية تدرس في جميع مراحل التعليم في تونس؟ لا أستطيع أن أنكر، هذه حقيقة، وهذا من جملة الديكور الديمقراطي وإمعان في عملية التجميل. تونس كأنها وضعت في قاعة حلاقة، قاعة تجميل، يراد هذه القاعة تدعي بأنها تملك قوة على تحويل الشاب، تحويل العجوز إلى امرأة إلى شابة، وتحويل البشع إلى جميل. ومن جملة عملية التجميل هذه يعني إدخال برامج حقوق الإنسان في التعليم. الأكثر من ذلك، في كل مراكز الشرطة يعلق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وداخل المركز ينتهك هذا الإعلان على بكل وجه. فتونس الآن تحولت كما كل الشهادات الدولية، مش لأننا نحن معارضون، وإنما تحولت حقيقة إلى جمهورية الصمت، هي البوسنة الصامتة حقيقة. وهذا ليس تشويه لبلدنا، وإنما أن الدكتاتورية لا تستطيع أن تعمر إلا في مناخ الصمت. تونس الآن صحيح أنها استقرار، فيها استقرار، ولكن بأي ثمن. تحولت إلى جبانة، إلى جبانة يعني مقبرة، مقبرة. نعم. تحولت إلى مقبرة يمنع فيها الكلام، يمنع فيها النقد، يمنع فيها الصوت الحر. بل كثير من الناس اليوم، وهذا ربما نأتي عليه، في السجن اليوم لأنه سمحوا لأنفسهم أن يغنوا بالطريقة التي لا تريدها الدولة، أن يتريضوا أيضا بطريقة يعني ليس ضمن جمعيات رسمية. هناك شهادات لمفكرين كبار تونسيين تشهد على أن الحياة الثقافية والسياسية والنقابية والاجتماعية كلها مطعونة. أين الرابطة التونسية لحقوق الإنسان التي كان لها شأن عظيم؟ والنخبة التونسية هنا بين قوسين أريد أن أؤكد على أهمية هذه النخبة التي سبقت النخبة العربية كلها تقريبا في الدعوة إلى الحد من السلطة المطلقة منذ منتصف القرن الماضي، وفي إرساء رابطة سبقت كل الروابط الأخرى لحقوق الإنسان، وفي إعلانات حقيقية للتعددية. ولكن للأسف ظلت الدولة تجهض تطلعات هذه النخبة المتفوقة نحو حياة عصرية ديمقراطية. بل إن هذه الدولة فوتت على تونس فرصة ذهبية، فرصة أخرى أن تعرف تعايشا مخصبا بين الإسلام وبين الحداثة، بين الإسلام والعلمانية، بين الإسلام والدولة، لأن حركتنا رفضت أبدا أن ترد على عنف الدولة بالعنف، وآثرت أن تصابر، ووثقت من أن هذا الشعب العريق في إسلامه وفي تجربته المناضلة من أجل الحرية أنه سيعرف كيف يفرض على دولته، لأن الديمقراطية ليست منحا وعطايا من الرئيس، حتى لو كان هذا الرئيس عمر بن الخطاب نفسه. كل دولة تميل إلى التغول، تميل إلى التجاوز إذا لم يوجد هنالك سلطة مضادة. ولذلك نحن ننادي الشعب التونسي
إلى أن يمارس كل الضغوط السلمية السياسية وأن يتوحد من أجل أن يكون محاورا كفئا لدولته وأن يفرض عليها سواء في عهد الرئيس الحالي، ونحن ما عندناش مشكلة مع شخص الرئيس، أن يفرض على، ونود من كل قلوبنا أن الرئيس الحالي هو الذي يحقق طموح الشعب التونسي طيب. نحو الديمقراطية، ولكن مصير الديمقراطية في تونس مش مرتبط بأي شخص طيب. هو كائن لا محالة. طيب كاش بالحربي، أنا أريد أن أطرح يعني إحدى الصحف الفرنسية قالت بالحرف الواحد تأكيدا على كلام السيد الغنوشي، قالت إن تونس أرض تعذيب وليست أرضا سياحية. أقول لك رئيس منظمة دقيقة، رئيس منظمة أمنستي إنترناشنال، منظمة العفو الدولية، قال بالحرف الواحد إن تونس تفوقت على العالم في مجال انتهاكات حقوق الإنسان. كيف ترد مجرد كلام؟ أول حاجة الفرنسيون مع كل احترامي لأصدقائنا الفرنسيين ليسوا الميزان في حقوق الإنسان، أيدوا كل الدول الفاشية في إفريقيا ورعوها وفي دول أخرى، وأيدوا الاستئصاليين في الجزائر، وحينما يتحدثون عن بن علي أنا أراهنك 100% يا فيصل القاسم والمشاهدين أن الرئيس بن علي يكون منع الفرنسيين عقد تجاري في الغاز ولا في عقد كهرباء ولا كذا، فالفرنسيين كل ما يكون عنده مشكلة تجارية واقتصادية يحلوها مع تونس جزء منها بالتصرف في إعلامهم مضاد لتونس. أنا نقول للأستاذ الحبيب المكني اللي اتصل قبل شوية وردد على مغالطين، حقيقة شوف الحديث عن تونس في الخارج بدون مراعاة أمور كثيرة تتعلق بصورة بلدنا قد يتحول إلى تشويه لسمعتها. حينما نتحدث الآن في بعض المنابر العربية تمولها دول متخلفة رجعية متحجرة حقوق الإنسان فيها بعد 1000 سنة يمكن ما يظهر أولها، وتزايد على تونس في حقوق الإنسان، فحينما نتحدث ونشتم تونس في تلك المنابر حقيقة مشكلة حقيقية. وأنا نلوم التوانسة اللي يشتموا تونس في الخارج، ونلوم السودانيين اللي يشتغلوا مع أولبرايت ضد السودان، ونلوم اليمنيين اللي ياخذوا تمويل من دول معروفة لازم الهاش بتدخل السودان في كل شغل، واليمن واليمن خود يلا عشان يتعاملوا ضد الوحدة اليمنية. أنا نحب نقول بالكلمة، الكلمة الحلوة راهي والكلمة الطيبة راهي سلاح كبير. أول حاجة المصحف هذا الكريم بالمناسبة إذا كان المخرج يوري، هذا المصحف الجمهورية التونسية أيوة هدية من الرئيس العظيم على موضوع الإسلام، لا 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 موضوع الإسلام عنده علاقة بالموضوع ده إيه؟ هذا هدية من الرئيس العظيم علي أشكر عليها، وصلتني قبل أسبوع أيوة فيها شعاري أنا في السياسة للأخ الحبيب المكني، شعاري في سورة إبراهيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وإلا الثانية ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. احنا عاوزين معانا يكون الشيوعي حقوق الانسان والقوميين والرئيس بن علي إيه؟ انا مش رئيس اسرائيل ولا رئيس دوله كده رئيس بلادنا عاوزين نتعاون ونقول لكن السؤال المطروح يعني المعارضه إيه؟ ممثله بكل اتجاهاتها وبالنهضه بشكل خاص. لا ادري يا شيخ انت قلت في زمن في فتره من الفترات انك مستعد للتعامل حتى مع المجوس في اطار الديمقراطيه، يعني سمعنا هذا الكلام وانه انت مستعد في تونس. في تونس ليس عندنا مجوس طيب الله. يعني حتى ولكن في تونس عندنا شيوعيين، ومنذ اعلنا نحن بيان 81 قلنا نحن نطالب بديمقراطيه لا تقصي احدا، نطالب باحزاب حقيقيه يفرزها الواقع وليس يفرزها قرار من فوق. ولذلك اذا الشعب التونسي افرز حزب شيوعي منذ 1920 أيوة. فنحن مستعد للتعامل معه. فلو انتخب الشعب التونسي هذا الحزب سنعتبر ان قراره سنحترم قراره طيب. وليس لنا الا ان نتجه للشعب ليغير رأيه. هذا شيء يعني احد قادة الحركة الإسلامية المرموقين في العالم العربي والإسلامي يقول هذا الكلام، ولا ادري كيف سيرد عليك الإسلاميون المتشددون على اي حال. لا انا اقول لك حاجة، نحن في تونس كيف تقنع الإسلاميين، كيف تقنع الطرف الاخر؟ نحن في تونس شوف نحن في تونس بحمد الله تعالى بجهاد اجدادنا وابائنا هذا البلد مسلم الدين عربي اللغة والهوية في دستوره، ما فيش حد يقدر يغيره لا شيوعي ولا مش شيوعي ولا دستوري ولا اسلامي، داك رصيدنا كل التونسيين متمسكين بديننا طيب. وعروبتنا طيب. انا التحدي اللي نقوله للغنوش وإلك طيب. لما نكون عاوزين نشتغل مع رئيس الجمهوريه في بلادنا اللي هو انجز كل الانجازات اللي حكيت لك عليها ما نقدرش نكلمه بلغه سياج الغنوشي وي كان نوت، يعني نقول انا نقول لانصار النهضه لا نستطيع لا نستطيع انا اقول لانصار النهضه اللي تابعونا وللتونسيين اللي يشوفونا اذا اردنا ان نعمل مع الغنوشي مثلا مش مع بن علي ينبغي أن نتخاطب معه بلغة مختلفة. أتحدى الأستاذ راشد الغنوشي في هذا البرنامج أن يقول الآن وأمام المشاهدين وأمام التونسيين وأمام سيادة الأخ الرئيس العبد المعلي إذا كان يشوفنا أن يقول أنه يؤيد ويدعم كل إنجازات مفيدة إيجابية للشعب التونسي تحققت في 12 سنة الفائدة، وأنه مقابل تأييده لهذه الإنجازات
يرغب في مساحة من العمل الحر للإصلاح في النواقص التي ذكرها. وفي كثيرين تونسيين راح يعملوا معك في خميس كسيلة في حقوق الإنسان. أما إذا استمريت لحظة واستمر آخرون، وهذا النداء اللي نقول للتونسيين، إذا استمرين نشتموا في بن علي ليل ونهار ولا نرى له حسنة أبدا، بأي منطق هو راح يتعامل معنا؟ كلام سليم، كلام سليم، اسمعوا طريقي وجربوه. كلام سليم. المنصف خوجة من تونس، تفضل يا سيدي. ألو. تفضل يا سيدي. أهلا أستاذ فجر. يا هلا. أنا لي ملاحظة أولا ولي بعض الآراء. الملاحظة الأولى هي أن الحوار الذي يحدث الآن هو في الحقيقة مسرحية سيئة التنظيم. يعني يبدو أنك أخذت طبعا الكلام الذي قيل في البداية عن الأخ فيصل ضعيفة التأليف. اتركني أتكلم. تفضل. لأن كل الأطراف التي تدخلت هي بصفة عامة في نفس السياق الفكري والإيديولوجي والعقائدي والسياسي، إلى حد الآن لم أجد رأيا مخالفا أو شخص يعطي معطيات مختلفة تماما. أريد أولا أن أذكر، هل بالإمكان سيد خوجة أن تعطينا المعلومات المناسبة وأن لا تضيع وقتنا لو سمحت؟ تفضل. 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 كي لا تعطينا محاضرة ويذهب يعني وقت البرنامج سدى بمحاضرات يعني لا فائدة منها. تفضل. طلبتني في الهاتف. لا أضيع لك وقتا. تفضل. اسمح لي بالتحدث. تفضل. هناك أشياء خطيرة قيلت حول بلدي وحول النظام السياسي وحول رئيس الجمهورية. هناك مس بسمعة بلد كامل، بسمعة دولة، بمس ومس كذلك بسمعة رئيس الجمهورية. إذن يجب أن نضع النقاط على الحروف. أولا أن السيد الغنوش الذي يتكلم عن الديمقراطية هو المسؤول على قتل أبرياء في تونس في عملية باب سويق الذي أيدها في بيان مشهور، والأخ الحامد هنا يمكن أن يصلح هذا المعطى. ثانيا الأخ الغنوشي من دعاة العنف. الأخ الغنوشي يساند كل الحركات الإرهابية وكل المجموعات المسلحة الموجودة في العالم الإسلامي، وهو المسؤول على محاولة القيام بأعمال عنف واغتيالات لكبار مسؤولي الدولة في تونس. كيف له الحق أن يتحدث عن الديمقراطية؟ هو عدو للديمقراطية. هو لم يكن له في وقت من الأوقات موقف مع الديمقراطية، والنخبة التونسية وهذا يعرفها جيدا وقفت ضده لأنه من أعداء الديمقراطية في تونس، ووقفت مع الحزب الحاكم ووقفت مع بن علي. رغم أن السيد الغنوشي عندما خرج من السجن ورئيس بن علي أنقذه من موت المحقق، قال أنا أؤمن بالله وبن علي ثانيا، ولكنه خان الأمانة وخان البيعة. فكيف له الآن أن يتكلم عن الديمقراطية وهو الذي كان له تنظيم سري يهدف إلى خلق الاضطراب والقيام بخلاف في تونس؟ هل السيد الغنوش الآن يتراجع عما قامت به منظمته والذين يقبعون الآن في السجن لأنهم عوقبوا لاختراقهم للقانون وعدم احترامهم لقوانين البلاد؟ هل هو سيقول كما قال حسن البنا في وقت من الأوقات، هذو ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين؟ إذن عندما يتحدث الغنوش الآن عن الديمقراطية، هل هو تراجع عن كل مكاتبه هو وأصدقائه والمقربون له طوال السنوات لمدة 20 وأكثر من 20 سنة في جريدة المعرفة وفي الجرائد التونسية وفي كتابات سرية وفي كتابات في العالم، وأذكره بما قاله في مؤتمر طهران في سنة 1991 عندما قال سنستلم السلطة بالعنف لأن جبهة الإنقاذ في الجزائر ستستلم السلطة في الجزائر؟ هل كانت في تلك الفترة هناك انتخابات في الجزائر في تونس حتى يستلم السلطة؟ طيب. أعطيه مصدر. طيب. جريدة الإنسان الذي يصدره الحبيب المقني الذي تكلم وهو عضيده الأيمن. ثانيا فيما يخص الانتخابات الأخيرة في تونس لابد لي. طيب. تفضل. كل ما قيل
في هذا المجال في هذا الحوار ليس له أي علاقة بواقع تونس. نعم. هناك 7 أحزاب تتبارى، منهم 6 أحزاب معارضة، فيهم الشيوعيين والاشتراكيين والليبراليين والدستوريين والاشتراكيين الديمقراطيين، مع ضمان يضمنه القانون لتمثيلية لهذه الأحزاب باعتبار ضعفها العددي وموقعها في المجتمع حتى تكون في مؤسسات الدولة. الهدف ليس هو خلق ديمقراطية الديكور، الهدف هو تمكين المعارضات التي تحترم القانون والتي لا تدعو إلى العنف والتي تمثل المجتمع المدني الحقيقي أن تكون ممثلة في مؤسسات الدولة في كل المستويات وليس فقط في الانتخابات هذه. في الانتخابات البلدية سيضمن لها القانون 20% من المقاعد. طيب. بالنسبة للانتخابات الرئاسية بالنسبة للانتخابات الرئاسية أول مرة في تاريخ تونس، وهذا ما لا ينكره أحد، تبدأ انتخابات تعددية وهي مرحلة نحو انتخابات رئاسية تعددية تكون أشمل، لأنه كما قال الأستاذ الحامدي هناك واقع حقيقي وهو أن مختلف المعارضات الموجودة حقيقة، لأن حركة النهضة لم لا توجد الآن في تونس، ليس لها أي وجود. طيب سيد المنصف، سيد المنصف، إذا كان ليس لها أي وجود لماذا أنتم مرعوبون من هذه الحركة وتلاحقونها في المنافي وتريدون أن تكمموا أفواهها بشتى الطرق، ترعبون لمجرد أن يتكلم واحد من هذه الحركة؟ إذا لماذا؟ من قال لك أننا مرعوبون؟ سأجيبك يا أستاذ فيصل. نعم. من قال لك هذا الكلام؟ تونس هي البلد الوحيد في العالم الإسلامي وفي العربي في العالم العربي التي نجحت نجحت في قطع دابر الحركات المتطرفة، ولا يشهد به كل الإخصائيين في السياسة في العالم. إذا نحن لسنا مرعوبون، لكن أنتم يا أستاذ فيصل أنتم الذين تريدون إرجاع هذه الحركة إلى بلادنا. نحن لسنا مرعوبون ونحن مستعدون لمقارعتها ومواجهتها بالحجة. طيب سيد، متى سمحتم لنا ذلك؟ طيب متى شئتم؟ سيد خوجة أشكرك جزيل الشكر. الغنوشي سيد الغنوشي كل الكلام موجه إليك، يعني كيف أنت تتشدق كما يقول بالديمقراطية وأنت معروف عن تاريخك في العنف وأعمال العنف والاغتيالات؟ بعبارة أخرى، لا حرية لأعداء الحرية ولا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية، وهذا الكلام كما تعلم يعني لزعيم الثورة الفرنسية. هل تراجعت عن أفكارك القديمة العنفية الغير ديمقراطية الدولة الإسلامية إلى ما هنالك من هذا الكلام؟ نحن لا نستنكف من العودة إلى الحق، كلما شعرنا بأننا أخطأنا ونحن قمنا بتقييم داخلي وسجلنا على أنفسنا جملة من الأخطاء، ولكن ليس منها ما يدعيه هذا السيد الكريم الذي كان أولى أن يصرح بصفته بدل أن يتنكر تحت أوصاف أخرى. الذي يشوه سمعة تونس حقيقة اليوم أخ فيصل ليس هو المعارضة التونسية، ليست هو الجمعيات الدولية المحترمة لحقوق الإنسان التي أجمعت كلها بأن هناك انتهاكات حقيقية لحقوق الإنسان، هنالك نظام بوليسي في تونس بأتم معنى الكلمة مزوق ب. طب أريد أن تجيب على الأسئلة. أريد أن تجيب على الأسئلة. الذي يشوه سمعة تونس حقيقة هو الذي يصر على نسبة 99.99، هذا هو الذي يشوه سمعة تونس، لأن هذه ماركة مسجلة للأنظمة الدكتاتورية في نهاية هذا القرن. الذي يشوه تونس هو الذي يصر على أن تدخل تونس للألفية الثالثة بهذا النظام المتخلف، بهذا البلد المعسكر الذي تحول إلى جزرنا. أما حركة النهضة فقد أعلنت منذ 81 تبنيها الكامل للخيار الديمقراطي عندما أعلن نظام الحكم يومئذ أنه مستعد لقبول التعددية. لكن سيد الغنوشي أنتم تستخدمون نعم. الديمقراطية نعم. كمطية وموضوع يعني كان لكم كالإخوان المسلمين تنظيم خاص، تنظيم عسكري خاص وسري وتنظيم علني، كيف يمكن الوثوق بكم؟ كيف يمكن؟ يعني أنت صرحت أكثر من مرة أن الدولة الإسلامية ستقوم في الجزائر ولابد من استخدام العنف إلى ما هنا، هل تراجعت عن هذا الكلام؟ هذا هو السؤال. هذا ليس صحيح. طيب. أنا لم يسجل الدارسون المحترمون الذين ليسوا جزءا من الأجهزة الأمنية وإنما هم يتابعون الحقيقة ويكتشفوا ويعتمدون على المصادر الحقيقية وليس على الوثائق المنتزعة تحت التعذيب
في أقبية وزارة الداخلية يشهدون جميعا أن حركة النهضة حركة معتدلة تنطلق نعم من مرجعيتها الإسلامية وتفتخر بانتمائها الإسلامي، ولكنها عملت ولا تزال تعمل على تأصيل مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في الأرضية الإسلامية، ولذلك تبنت ولا تزال الدعوة للاعتراف بكل الأحزاب وبكل التيارات التي لا تمارس العنف. ونحن لم يسجل علينا أننا قتلنا أحدا. وماذا عن نسبة 20%؟ يعني الرئيس بن علي أو النظام يريد أن يعطي للمعارضة 20% من المقاعد. هذه 20% ليست هي عنوان غياب الديمقراطية، مش عنوان الديمقراطية، لأن الديمقراطية لا تهدى، الديمقراطية حقوق. لماذا نقصي الأحزاب الحقيقية القادرة على المنافسة؟ لماذا نقصي أكفاءنا ثم بعد ذلك ناتي بالضعاف، كناتي بشخص كأنه أعرج ونريد أن نعطيه عكاز حتى يمشي؟ شعب تونس ماهوش شعب مشلول، هو شعب حقيقي فيه زعماء حقيقيون، ولكنهم هؤلاء في السجون وهؤلاء في المهاجر وهؤلاء مكتوب عليهم الصمت والإقامة الجبرية، مثل محمد موعدة ومثل الدكتور مرزوقي ومثل الدكتور بن جعفر ومثل حمد الهمامي. أما قضية باب السويقة أريد كلمة واحدة حول قضية باب السويقة التي تهمنا بها. هذه تشبه في الحقيقة قضية الرايخ في ألمانيا عندما اتهم النظام النازي الحزب الشيوعي بأنه نظم حرق البرلمان من أجل تدميره. اتخذت هذه القضية التي لا تزال محفوفة بالغموض، وهذا تقرير لثلاث محامين، منهم عميد المحامين التونسيين الأستاذ شقرون، ومنهم خميس بالقاسم خميس، ثلاث محامون شهدوا في تقريرهم لمحكمة التعقيب أن هذه القضية أن الاعترافات فيها منتزعة تحت التعذيب مفتعلة، وأنها مفتعلة لضرب الحركة، لضرب قوة المعارضة الرئيسية من أجل شل حركة المجتمع التونسي أن يتطور نحو الديمقراطية بإقصاء قواه الأساسية، النهضة، اتحاد الشغل، اتحادات الطلبة، الحركات اليسارية، كلها ضربت وتحت لافتة مقاومة الأصولية. وإذا كان هناك من أصولي في تونس يعتمد الإرهاب فهو نظام الحكم الذي قتل من أبناء النهضة ومن غيرها من أبناء النهضة فقط في السنوات الماضية ما لا يقل عن 20 واحد تحت التعذيب أو تحت الموت البطيء في السجون. عامر العريض سأعطيك عامر العريض من